كان نتواصل ونجدد اللقاء من جديد. شوط الختام لهذه الفترة 13. هذا الشوط الذي يخصص للقعدان المهجنات الأصايل لسن الثنايا 8 كيلو مسافتنا كالمعتادة. وكما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية في تمام الساعة 2 من ظهيرة هذا اليوم التي خصصت لثنايا هجني أصحاب السمو والشيوخ. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. نذهب إلى مسارنا وانطلاقنا مع شوط الختام لأبناء القبائل الذي خصص للقعدان المهجنات الأصايل. مقدمة الشوط مباشرة المركز الأول، من يسيطر مع البداية ومع مقدمة الشوط يعلن هذا الحضور الممتاز في مقدمة الشوط. وفي المركز الأول من يسيطر مع البداية الهواوي جابر بن محمد بن خاتم الشامسي، من يقدم لنا الهواوي مع مقدمة الشوط. انتقل مباشرة مع المركز الثاني، من يصل مع المركز الثاني مشاهدين الكرام يتقدم بهذا المسار وينطلق مباشرة يرافق الهواوي على الصدر وعلى المقدمة اللي هو الذيب سعيد بن غضير بن سعيد بن لويه الدرعي. أهالي القوع من يقدمون الذيب في هذا الصباح مع المركز الثاني. ثالث المراكز اللي بده يغير هنا ويتقدم مع المركز الثالث محطم عبيد بن سالم بن سيف المزروعي، من يقدم لنا محطم مع المركز الثالث. رابع المراكز الواصل هنا والمنطلق في هذه اللحظات يغير من مركز إلى مركز، أرى اللي هو المركز الرابع مشاهدينا الكرام. هنا يتقدم بهذا المسار والانطلاق ياتينا الدرع حمد بن الدود بن سالم بن الأسود العامري من الجانب الآخر بدأ يتدخل، ولكن الواصل هنا مياس هيل بن حمد بن يطبع العامري من غير مباشرة إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. من الجانب الآخر مشاهدينا الكرام ياتينا متعب محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي، من يقدم متعب. ومن الجانب الآخر هناك حبشان سيف بن ثعلب الحاي المزروعي من الجانب الآخر الذي بدأ يصل هنا ويتقدم، ولكن برزان محمد بن عيسى أبو علام القبيسي يتدخل مباشرة هنا مع المركز السابع في هذه اللحظات. ثامن المراكز رياض ماجد بن سيف بن طباش المنصوري، من يقدم رياض. انتقل مباشرة إلى المركز التاسع في هذه اللحظات. يا سلام مياس عبد الله بن سالم برميل العامري يقدم لنا مياس. ومن الجانب الاخر مشاهدينا الكرام هناك بدا يتدخل الصهيلمي سالم بن نصيب بن عتيق السبوسي. هكذا النتيجه، هكذا مسار الشوط وانطلاقه. شوط الختام لا بعد شوط في هذا الصباح الا شوط القعدان المهجنات الاصايل. هذا الشوط نعود مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول الهواوي. ما زال يسيطر الهواوي مع البداية هلولة. جابر بن محمد بن خاتم الشامسي مع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني محطم عبيد بن سالم بن سيف المزروعي. ثالث المراكز الدرع لحمد بن الدودة بن سالم بن الأسود العامري، من يقدم لنا الدرع مع المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع ويتدخل هنا يغير مباشرة مشاهدينا الكرام. يأتي بهذا المسار هو الانطلاق، يتدخل إلى المركز الثالث اللي هو مياس عبد الله بن سالم برميلة العامري، من يقدم لنا مياس. يغير من مركز إلى مركز الوصول والانطلاق مشاهدينا الكرام من متعب محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي مع المركز الخامس. سادس المراكز مشاهدينا الكرام وصل في هذه اللحظات. تأخر ونشوف اللي في المركز السادس، لأن متعب غطى علينا هنا بهذا المسار أول انطلاق. يا سلام اللي هو رياض ماجد بن سيف بن طماش المنصوري، يقدم لنا رياض مع المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز حبشان سيف بن ثعلب الحاج المزروعي، يقدم لنا حبشان مع المركز السابع. ثامن المراكز مياس سهيل بن حمد بن يطبع العامري، يقدم مياس ويتقدم مع المركز الثامن. أما اللي في المركز التاسع الواصل مشاهدينا الكرام
هنا الصيرمي سالب النصيب بن عتيق السبوسي من يقدم لنا الصيرمي. أما اللي في المركز العاشر ينطلق مياسل بن حمد بن أطبع العامري، ومن الجانب الآخر مرزان محمد بن عيسى أبو علامة القبيسي بدأ يتدخل مباشرة إلى المركز العاشر في هذه اللحظات. نعود إلى البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. مياس ما زال مسيطر مع مقدمة هذا الشوط، يسير والمسيرة تسير خلف مياس عبد الله بن سالم بن رميل العامري. من يقدم لنا هذا الاسم والشعار مع انتصاف المسافة الأربع كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن خط النهاية؟ المقدمة مياس عبد الله بن سالم بن رميل العامري في مقدمة الشوط. المركز الثاني محطم عبيد بن سالم بن سيف المزروعي، وفي ثالث المراكز يا سلام بدأ يتدخل الذيب هنا يتقدم سعيد بن غديد بن سعيد بن لويه الدرعي مع المركز الثالث. رابع المراكز الدرع حمد بن الدود بن سالم بالأسود العامري مع المركز الرابع. خامس المراكز رياض ماجد بن سيف بن طماش المنصوري. الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتقدم. الهواوي جابر بن محمد بن خاتم الشامسي من يقدم لنا الهواوي، هنا يغير من مركز إلى مركز. الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتقدم لأجل الفوز والناموس والانتصار. يا سلام، هنا البداية الأولى ومقدمة هذا الشوط، والمركز الأول مياس ما زال مسيطر مع مقدمة الشوط ومع الصدارة. تعود الملكية لعبد الله بن سالم بن رميله العامري في مقدمة هذا الشوط. كل من يرافق مياس هنا يتقدم الذيب، الذيب يغير إلى المركز الثاني. تعود الملكية لسعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي من يقدم الذيب. المركز الثالث محطم عبيد بن سالم بن سيف المزروعي. رابع المراكز الدرع حمد بن الدودة بن سالم بالأسود العامري. المركز الخامس رياض، وصل رياض ماجد بن سيف بن طماش المنصوري يقدم لنا رياض مع المركز الخامس. المركز السادس حبشان سيف بن ثعلب بالحاج المزروعي، ويا مرحبا بحبشان. هنا مشاهدين الكرام ينطلق مع المركز السادس. المركز السابع ياتي متعب محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي مع المركز السابع. المركز الثامن الهواوي جابر بن محمد بن خاتم الشامسي يقدم الهواوي. عاشر المراكز ينطلق الشهم سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي. يا سلام، هكذا النتيجة، هكذا مسار الشوط وانطلاق مشاهدين الكرام. واصلون إلى جسر العبور، قادمون إلى لافتة الثلاثة كيلومتر التي تفصلنا عن نهاية المطاف، تفصلنا عن خطها النهاية وعن الناموس وعن الفوز والنصر والانتصار. هنا البداية الأولى، مقدمة الشوط، الذيب وهو ذيب ما زال في مقدمة الشوط ينطلق مشاهدين الكرام مع الصدارة. 3 كيلومتر وصلنا لجسر العبور، بدأ التجمع من القعدان. هنا المهجنات الأصايل في موقع واحد. يا سلام، المراكز الأولى المتقدمة بدأ يتشكل هنا مربع ذهبي على الصدارة الأولى، والبداية مع الذيب. المركز الثاني مياس وصل هنا، الدرع بدأ يتقدم. تعود الملكية لحمد بن الدود بن سالم بالأسود العامري. هنا مشاهدين الكرام، هنا سيل قاري من القعدان، الثنايا المهجنات الأصايل. نعود إلى البداية، نعود إلى الذيب. الذيب في المقدمة، الذيب ومياس. الذيب تعود ملكية لسعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي مع مقدمة الشوط. أهالي القوع مشاهدي الكرام يطالبونك يا أبو غدير بالفوز والانتصار لكي نهدي السلام للمصانع الجنوب. المركز الثاني ينطلق مياس عبد الله بن سالم بن رميلة العامري، والمركز الثالث وصل الدرع حمد بن الدود بن سالم بالأسود العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع ياتي الهواوي، وصلكم الهواوي. هنا جابر بن محمد بن خاتم الشامسي مع المركز الرابع. المركز الخامس محطم عبيد بن سالم بن سيف المزروعي. هنا الوصول
الوصول والقدوم في هذه اللحظات. يا سلام، بدا ينطلق ويتقدم. هنا ياتي حبشان سيف بن ثعلب الحاي المزروعي، ومن الجانب الاخر رياض ماجد بن سيف مطماش المنصوري القادم، احلى وصل متعب محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي. هنا مشاهدي الكرام حان موعد الانطلاق لمن يترى الناموس مع شوط الختام. من بيختم هذه الفترة الصباحية؟ 2 كيلو لا غير، 2 كيلومتر يفصلنا عن خط النهاية، ونعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى. من غير هنا؟ من انطلق؟ الهواوي، الهواوي يا سلام، هاوي على الناموس متعود، هواه للناموس الهواوي. جابر بن محمد بن خاتم الشامسي مع مقدمة الشوط، الذيب مع المركز الثاني وما في همام من الذيب، سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي مع المركز الثاني، المركز الثالث الدرع ينطلق، ومياس، مياس تعود الملكية، عبد الله بن سالم برميله العامري، الدرع حمد بن الدود بن سالم بن الأسود العامري. يا سلام، وصلكم محطم، ديروا البال من عبيد بن سالم بن سيف المزروعي القادم، رعد 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 ما يبنى للطاري، رعد يا سلام. أول إذا على سعيد بن سالم بن سعيد الكعبياتي ويقدم لنا رعد. حان موعد الانطلاق، حان موعد يا مشاهد يا متابع، لمن الناموس، لمن الفوز والإبداع. الهواوي، الهواوي، الهواوي مع البداية، الهواوي مع المقدمة، الهواوي مع الناموس. جابر بن محمد بن خاتم الشامس الكيلو متر الأخير، لا بعد كيلو إلنا ناموس. شوط الختام يا أخوان، شوط الختام لمن؟ الهواوي على الصدارة، الذيب مع المركز الثاني، رعد مع المركز الثالث، الدرع مع المركز الرابع، المركز الخامس الصيرمي، الصيرمي تعود مكين سالم بن نصيب بن عتيق السموسي. ولكن هنا من اللي وصل؟ وصل متعب محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي قادم بكل قوة. ولكن وين الهواوي الحبسي؟ هناك على الصدارة، بدأ يغادر، بدأ يغادر، يبي السلامات لزاخر، يبي الناموس لزاخر، يبي الانتصار. وين ما يسكن مالك الهواوي؟ سلام زاخر، نقول سلام، سلام يا العين، سلام. وبالفعل هاوي للناموس، متهوي للناموس، من حبه للناموس الهواوي، متروس راسه من النواميس والانتصارات. مشكور، مشكور يا جابر بن محمد بن خويتم الشامسي على هذا الفوز بخاتم بن خاتم الشامسي، مشكور على هذا. بدأ يغادر هنا إلى خط النهاية، سلام زاخر، سلام، سلام بن خاتم، سلام، سلام العين، سلام، سلام الهواوي، سلام. لحظة الوصول، ومشكور يا شاعر على هذا الإبداع والفوز والانتصار مع شوط الختام ومع الهواوي. تهانينا والناموس لمالك الهواوي جابر بن محمد بن خاتم الشامسي المركز الثاني. وصل المركز الثاني الدرع حمد بن دودو بن سالم بن الأسود العامري، المركز الثالث الصيرمي سالم بن نصيب بن عتيق السبوسي، المركز الرابع كان من نصيب رعد سعيد بن سالم بن سعيد الكعبي، خامس المراكز متعب محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان عبر قناة ياسر الرياضية. شكرا للمخرج العزيز سامي الهواري من يوافينا بالتوقيت الزمني وبملخص كل شوط. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 13 دقيقة 7 ثواني 7 من الأجزاء. تهانينا والناموس 13 دقيقة 27 ثانية 7 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك الهواوي جابر بن محمد بن خاتم الشامسي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الدرع محمد بن الدود بن سالم بن الأسود العامري، قطع المسافة زمن وقدره 13 دقيقة لا شك مشاهدينا الكرام، 33 ثانية جزء واحد من الثانية. الصيرمي احتل ثالثا سالم بن نصيب بن عتيق السموسي، قطع المسافة في زمن وقدره مشاهدينا الكرام 13 دقيقة. المركز الثالث يا ابو طلعت المخرج العزيز وسام الهواري عطنا المركز الثالث، شكرا يا ابو طلعت. 13 دقيقة 33 ثانية 4 من الاجزاء. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع هذه الاشواط.